حضرتك يعني عشان يعني تدخل في تصنيف أفضل 50 مطعم في سويسرا، يعني مريت بمشوار بقى كفاح وتعب. حاجة صعبة جدا. حضرتك قلت أنت بدأت هنا من غسيل الصحون. طبعا بدأت إن أنا واحد صاحبي اللي قالي شغلانة. أنا بتاع نظارات وعدسات لاصقة في مصر، يعني ما كنتش أعرف، بس كنت بحب الطبخ من صغري يعني وكده. فهو قال لي إن في شغلانة فاضية في الأوتيل، هتعمل آيس كريم، هتقطع سلطة، تغسل صحون. قلت له مفيش مشكلة. قال لي يعني عادي بالنسبة لك؟ قلت له عادي جدا، واخد بالك. فزي رحت شفت الموضوع، عجبني جدا، عجبني الطباخين وهم بيزوقوا وبيعملوا الموضوع. حطيت الموضوع في دماغي، حطيته في دماغي. ولا طبعا نسمع ليه بقى الاسماعيلاويه لما يحطوا في دماغهم حاجه يعني. لا يعني هو بصراحه المجال حلو جدا. يعني المجال لو انت حبيته، يعني مهم تكون حابب المجال عشان تقدر ان انت فعلا تبدع فيه. فيعني خدت المجال ده، قعدت 15 سنة يعني على ما 15 سنة قعدت 15 سنة وبنيت المكان ده طوبة طوبة. يعني كل حاجة معمولة بإيدي أنا وأصحابي، حتى الديكور، حتى الأطباق، لأن دي بتساعد برضو في تقديم الأكل بشكل محترم. يعني الأكل كمان لما يكون متقدم بشكل حلو، الزبون كمان بيبقى قاعد مبسوط وقاعد فرحان، غير لما بيكون طعمه كمان رائع. المكان ده يعني كان قديم، يعني عمارة متهالكة وقديمة، وحضرتك جداً. والمدام هي سويسرية؟ سويسرية إيطالية. حضرتك والمدام بنيتوه يعني من ساعة ما كان على الأرض. صحيح يعني احنا ده كان مطعم سويسري. كفاح وتعب يعني. تعب جدا يعني. انا قعدت 3 شهور انا واصدقائي، اللي يدهن واللي ينظف واللي كل ده، عشان انا مثلا معيش فلوس كتير ان انا اجيب ناس واعمل كده يعني. وطبعا اخدت مكان صغير وبتاع. فانا قلبت يعني قلبت الافكار، يعني كسرت القاعده ان انت بتدور على مكان يكون مميز او بتاع. لا انا خدت مكان عادي جدا. وقدرت ان انا عملت له الاسم الكبير. بالظبط. قدرت ان انا طبعا غير كده انا معروف كمان في زيورخ ان انا طباخ شاطر، واشتغلت في مطاعم مشهوره وكلام من ده يعني. فده ساعدني طبعا. غير كده بقى ان الناس كمان بتساعدك، ده بيبعت لك اصحابه في الشركه، يبعت لك رساله الصبح تبقى جميله قوي، يقول لك صحابي جم كلوا عندك وانا مش عارف. يعني انا طبخت وعادي وخلصت، واصحابي كلوا عندك ومبسوطين جدا جدا جدا. رسائل في منتهى الروعه يعني. اصدقاء مصريين يبعتوا اصحابه في البنك، يبعت صحابه مثلا في الشركه اللي هو شغال فيها او بتاع، ياكلوا روحوا كلوا، في اكل لبناني واكل مصري في المكان ده. العزوه بقى. بالظبط. العزوه بتاعتك هي اللي دفعت يعني معاك. انا كنت رئيس الجاليه المصريه 8 سنين او حاجه هنا. فده برضو عرفني على ناس كتير، عمل اختلاط كمان، تعلمت الإدارة. أخد بال حضرتك؟ بجانب إدارة المطبخ، تعلمت الإدارة ذات نفسها. إن أنت تنظم إيفنت أو تعمله، أو تشوف الأكل هتعمله إزاي، أو هتقدمه إزاي، كميات بالظبط. كل ده طبعا تعلمناه في المدرسة. بس كمان الجالية وحفلاتها برضو أفادتني.